معزومين عند أمنا حبيبة بن ثالث اليوم على الغداء، بس عندنا طلبين، صح ولا لا محمد؟ إنزين، شو الطلب الأولي؟ سوي غدا شوية، ترانا نحن خفايف. أوكي، الطلب الأولي إن غدا شوية لأن نحن خفايف. إنزين، بعد عندنا طلب ثاني، شو الطلب الثاني؟ لا تنسين الفلفل. أوكي، لا تنسين الفلفل. لا لا، الحين محمد بيعرس. ليش ما تعرس؟ وبحين. متى؟ ما أدري. ثلاث يا الرادة، وهذا قديم. تعال تعال تعال، نلبسك شيء فنان، خلي على راسك. وش حالكم؟ الله يطول عمرك يا محمد.